رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عينينا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا ثباتا لنا على ديننا، وزيادة لنا في إيماننا، وصلاحا لنا في ذرياتنا. وأسأل الله تعالى أن يزيدنا به قربا إليه جل وعلا، وأن يجعلنا من أصحاب سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. توقفنا أيها الإخوة الكرام على الحديث 50، لكن يبدو أننا قفزنا حديثا فاتنا أن نشرحه، وهو الحديث 46، وهو حديث الحلال بين والحرام بين، فسوف نشرحه ثم إن شاء الله تعالى ننتقل إلى الحديث الذي كنا وقفنا عليه في الدرس الماضي. الحديث 46 عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين. الشريعة جاءت بأشياء حلال صريح وأشياء حرام صريح، يعني مثلا الماء حلال، ما أحد يقول إنه حرام. الخبز، صنع الخبز من الشعير والقمح والذرة ونحوه، هذا حلال، ما في أحد يقول إنه حرام. أكل ما أباح الله تعالى من الفواكه، مثلا لو الإنسان سأل: ما حكم أكل مثلا الطماطم، الكوسة إلى آخره، ما حكم أكل الرز، ما حكم هذه الأشياء؟ أجمعت الأمة على حلها، وهناك أشياء أجمعت الأمة على حرمتها، ولا يناقش في ذلك كبير ولا صغير ولا عالم ولا جاهل. لو تأتي أي إنسان مجرد أنه مسلم وتسأله: ما حكم الخمر؟ لن يقول لك حلال، أو يقول لك: والله فيها شبهة، أو فيها قولان، هذه فيها قول واحد أنها حرام. تقول له: ما حكم الزنا؟ ما حكم السحر ونحوه؟ في أشياء واضحة الحرمة وأشياء واضحة الحل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا: الحلال بين، يعني واضح ما في نقاش، والحرام بين واضح ما في نقاش. ثم قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. وفي رواية قال: وبينهما أمور مشبهات، وفي رواية قال متشابهات، وكلها تدور في نفس المعنى، أي أنها غير واضحة الحل أو الحرمة، تتردد ما بين هذا وهذا، وسيأتي بيانها بعد قليل. قال: لا يعلمها كثير من الناس، معناه أنه يعلمها قليل من الناس، ما دام مثل ما قال الله جل وعلا لما ذكر أصحاب الكهف، قال: سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم. ثم قال: ما يعلمهم إلا قليل. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يقولون وهو ترجمان القرآن وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في صغره، قال: اللهم علمه التأويل، يعني التفسير. قال ابن عباس لما قرأ قوله تعالى: ما يعلمه إلا قليل، قال: والله إني من القليل اللي ذكرهم الله تعالى، وهم 7 ثامنهم كلبهم. قيل له: كيف عرفت ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم، ثم إن الله تعالى أسقط هذين القولين فقال: رجما بالغيب، ثم قال: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، ولم يقل بعدها رجما بالغيب أو يخطئ هذا القول، فقال: ربك أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل. فالمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معناه أن قليلا من الناس يعرفونها، وهم من يبحثون في الأدلة وينظرون فيها ويتأملون في أقوال أهل العلم وفي كلام الشراح وفي قياسها على غيرها، فهم يعرفون أن هذا الشيء وإن كانت الحرمة فيه غير واضحة معناه أنه حرام. يعني مثلا لو جاءك واحد وسألك قال: ما حكم أكل الذبيحة التي يذبحها مسلم وأنا أراه أمامي وهو يقول بسم الله الله أكبر إلى القبلة وذبحها، تقولها الحلال بين ما فيها كلام. قال لك: طيب ما حكم أكل الذبيحة التي جاء بها وضعها عند قدمي صنم وقال تعظيما لهذا الصنم وذبحها متجها إلى الصنم تعظيما له؟ تقول هذا حرام ما في كلام، أهل به لغير الله ما في كلام. قال لك: طيب ما حكم ذبائح
التي تأتي من بلدان أهلها أهل كتاب، لكن البعض يقول إنهم ينهرون الدم، يعني يقطعون الرقبة ويسيل الدم، وبعضهم يقول لا، إنها تموت بالصعق ثم يقطعون الرقبة هكذا إذا كانت توجه إلى بلد إسلامي، وإذا كانت تصدر إلى بلد غير إسلامي تركوا الرقبة معها. ما الحكم في هذا الدجاج؟ تقول له طيب أنت متأكد أنه يعني يموت بالصعق؟ قال لا والله غير متأكد، لكن في ناس ذهبوا وقالوا يموت بالصعق. طيب متأكد أنه يموت بالذبح؟ قال لا والله، بعضهم يقول صعق بعضهم ذبح. تقول هنا يأتي الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. من اللي ممكن يدلنا؟ هذه لا يعلمهن كثير من الناس، لكن قليل من الناس يعرفها. يأتيك عالم، يأتيك شخص مثلا سافر بنفسه ونظر تأمل. طيب أنت أيها المسلم كيف تتعامل مع الأشياء المشتبهة؟ شيء مشتبه، دجاج قال لك والله ما أدري هو حلال ولا حرام، مال معين، واحد جاء واشتغل بنى لك جدارا في البيت وأعطيته أجرته، هذا حلال. أو إنسان جاء وصنع خمرا وباعه، هذا مال حرام. لكن جاءك شخص وقال والله يا أخي أنا بعت مثلا أجهزة ريسيفر في بلد لا تعمل فيه القنوات الإسلامية، والقنوات التي يستقبلها هذا الريسيفر، الريسيفر هو الذي يستقبل البث ومن الدش اللي يكون فوق البيت ويبث في التلفزيون، الريسيفر الجهاز، فما أدري يا أخي، يعني أكثر الناس لن يستعملوا في قنوات محافظة، سيستعملون في قنوات سيئة، لكني ما يجوز أبيعه ولا ما يجوز؟ هنا نأتي نقول هذا مال مشتبه، لأنه ربما أن 90% ممن يشترونه ربما استعملوه في أمر محرم، وأن الأقل منهم من يستعمله في أمر حلال. أو جاءك واحد وقال لك أنا أبيع مثلا عنب، وجاءني أشخاص غريب واشتروا كراتين من العنب واختاروا العنب الفاسد، ما كانوا يختارون العنب الجيد، وهم أشخاص من البلد الفلاني مثلا، ومشهور أن أصحاب هذا الجنسية مثلا غالبا الهيئة أو الشرطة تقبض عليهم لأنهم يصنعون خمورا مثلا في بيوتهم أو في مزارع أو كذا. فوالله يا أخي جاءوا واشتروا 30 كرتون وأنا كنت سأرميها واشتروها واختاروها على غيرها، شكيت. نقول هنا يأتي الشبهة التي ذكرناها، أنك غلب على ظنك أنهم سيصنعون منه خمرا مثلا. طيب أنت يا مسلم لما يكون عندك شيء مشتبه، أو مثلا إنسان سيتزوج فقال سأتزوج ابنة عمي ابنة خالي قلنا حلال، قال سأتزوج أختي قلنا لا حرام، هذا حلال بين وهذا حرام بين، قال سأتزوج فتاة لكن يقال أن أمها أرضعتني في صغري لكن جدتي تقول إن الرضعات غير تامة، إنها ليست 5 رضعات إنها ربما كانت رضعتين، وأمي تقول لا بل هي 3، والمرأة تقول أنا ناسية كم عدد الرضعات. نقول إذن هنا شبهة، عندك حلال بين تتزوج ابنة عمك، حرام بين تتزوج أختك، تأتي عند الشبهة. هذا الذي يتكلم عنه الحديث، كيف يتصرف المسلم مع الشبهات؟ شبهة في المال، شبهة في أمور النكاح، شبهة في أمور الأكل، في الشرب، في غير ذلك، كيف أتعامل مع الأمور المشتبهة؟ قال الحلال بين والحرام بين، مثل ما قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، الحرام فصله الله في الشريعة، قال وقد فصل لكم، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. طيب أنا إذا كان أمامي مشتبه، جاء وقال بتزوج فلانة التي أرضعتني أمها أو جدتها لكن شكوا في عدد الرضعات، أو أنا جئت ورأيت أنواعا من اللحم، هذا من بلد الفلاني وهذا، وجئت بأخذ اللحم اللي فيه المشكلة، أو بتزوج الفتاة اللي عندي مشكلة في الرضاعة معها، أو كيف أتعامل؟ قال فمن اتقى الشبهات. نقول له يا ابني ما دام أن يعني البلد مليء بالفتيات اللي ممكن تتزوج منهن، ليش تذهب إلى البنت اللي فيه إشكال في الزواج منها؟ يعني تتزوج فتاة أنت متردد في الزواج لأن في شبهة رضاع، يا ابني البنات كثير تزوج من غيرها. فمن اتقى الشبهات، ما دام في شبهة في الزواج
الله يوفقك ويوفقني تزوجي غيري، ما دام في شبهة في هذا اللحم الحمد لله غيره يغني عنه، أنا ما اضطررت إليه، ما دام في شبهة في هذا المال أبحث عن شغلة أخرى. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه يعني لم يقع في شيء يقدح في دينه من الشبهة، أني مثلا آكل اللحم المشكوك فيه، آخذ أشتغل في مكان مشكوك في الكسب، فإذا أنا تساهلت بهذه الأمور معناه وقعت في شبهة لعلها حلال أو حرام، فإذا تركتها صار أسلم لديني. ثم قال: وعرضه. عرضه يعني سمعته. طيب إيش دخل السمعة في هالموضوع؟ دخلها لو أن هذا الرجل جاء وتزوج هالفتاة التي ذكرنا مثالها ثم دخل بها، سيبدأ الناس يقولون مثلا لو جاء هؤلاء يقول: والله ما ندري عن عيالك، هم عيال شرعيين ولا لا؟ تقول: ليش؟ والله زواجي شرعي. قالوا: نعم، بس يقولون إن أمها أرضعتك. فتقول: لا يا أخي، والله ما أرضعتني رضع كامل، رضع قليل. الله ما ندري، لكن الله يوفقك. فيبدأ الناس يقدحون في سمعتك وسمعة زوجتك وأبنائك، يعني في عرضك، بسبب أنك ولغت في الشبهات. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات، اللي يترك الشبهة كلها ويبتعد عنها ما دام هالموضوع في مشكلة أنا أبتعد عنه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، يعني طلب البراءة، طلب السلامة لدينه وعرضه. قال: ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وفي رواية هنا قال: لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وكان لما استبان أترك. ما معنى كان لما استبان أترك؟ يعني هذا يا جماعة الذي سيترك أكل هذا اللحم لأنه قيل له إنه مشتبه، ربما ذبح على الشريعة وربما ذبح على غير الشريعة، إذا كان يتقي اللحم الذي فيه شبهة معناته أن اللحم الحرام صريح لن يقترب منه، إذا كان يتقي المال التجارة التي فيها شبهة، قال: والله أنا ببيع مثلا الأجهزة الفلانية والأجهزة الفلانية فيها كذا، قلنا له: والله فيه شبهة، تجنبك أولى. هذا الذي يتجنب التجارة التي فيها شبهة وفيها حرج هو للأمور المحرمة سيكون أكثر تجنبا وتركا. ولذلك قال هنا في الحديث: وكان لما استبان، للشيء الذي يتبين له حرمته أترك، يعني أشد تركا. ومن وقع في الشبهات أوشك أن يواقع ما استبان، يعني الإنسان الذي تقول له مثلا: انتبه مثلا لا تشتغل في هالتجارة ترى فيها حرج، قال لك: كيف؟ تقول: والله يا أخي يعني أنت ستضطر إلى أن تبيعها إلى أشخاص ربما استعملوا في حرام، وهذا الجهاز يغلب على من يستعمله أنه يستعمل في حرام، وإلى آخر، أو البلد الذي تبيعه فيه منتشر استعماله بالطريقة الفلانية، فقالك يعني حرام حرام. تقول: والله يا أخي ليس حراما حراما، أنت لست كمن يبيع خمرا، لكن يغلب على الظن أنك تعين الناس على الباطل، تستورده وتبيعه إليهم تعينهم على الباطل. قال: يا أخي ما هم لو ما بعتها أنا يبيعه غيري. نقول: سبحان الله، هذا مثل المرأة الزانية اللي تقول: لو تبت عن الزنا ما تاب غيري. طيب أنت مسؤول عن نفسك، أنت مسؤول عن كسبك، ما عليك من غيرك كيف يهلك. فقال: لا لا، أنا بشتغل فيه. واشتغل. فإذا وقع في الشبهة قد يأتيه واحد ربما ويعرض عليه شيئا محرما صريحا، ربما يأتي واحد ويقول له: طيب أنت تبيع مثلا الأجهزة؟ يقول لك: نعم. يقول: طيب احنا عندنا نسوق كروت بطاقات، إذا ركبتها في الجهاز تطلع على القنوات المشفرة، عفوا الخليعة مثلا. هو الآن في طلب المال دخل في أمر فيه الشبهة وحرج، حتى استساغته نفسه ووافقت شهوته له، فيكون للحرام أقرب، يعني قطع الآن نصف المسافة في الوصول إلى الحرام. يقول عليه الصلاة والسلام هنا: كالراعي كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. مثل الراعي الذي جاء بغنمه فقالوا له: شوف ترى أنت مسموح لك ترعى في 20 متر فقط، هذه
اللي بعدها هذا خاص بالملك فلان، إن قربت منه ستؤخذ غنمك أو تؤخذ إبلك وتعاقب. هذاك حما، والحما هي مواضع كان الملوك والعظماء يعني يمنعون الناس من الرعي فيها حتى يكون فيها المرعى كثيرا، الزرع والنبات كثيرا، ليرعى فيها دوابهم. فقيل لهذا الراعي أنت مسموح لك إلى 20 متر فقط، لا تتعدى 20 متر، إن تعديتها تدخل في حمى الملك فلان وتصادر دوابك كلها. فتجد أنه يرعى في 10 متر الأولى، ثم يرى أن النبات كلما اقترب من حمى فلان يكون أكثر، لأن 10 متر في كثير رعوا فيها، يبدأ يقترب ويقترب. يقول عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى، يقرب يوشك أن يقع فيه. كلما اقترب، لو كان بينه وبين الحمى 10 متر يكون سليما، لو الغنم عنده مشت 5-6 متر يردها، لكن لما يكون على الحد مباشرة يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن تدخل غنمه من غير انتباهه إلى الحمى وتصادر ولا يعاقب ولا غيره. قال كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، وفي رواية يوشك أن يرتع. يرتع يعني يرعى، مثل ما قال الله جل وعلا نرتع ونلعب، يعني نرعى غنمنا ونلعب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حما، يضرب لهم مثالا، يقول كما أن ملوك الأرض كل واحد له حما، وتجد أن إذا جاء يرعى إبله معروف أنه يرعى في المكان الفلاني. قال ألا وإن لكل ملك حما، ألا إن حما الله محارمه، وفي رواية معاصيه، بمعنى أن الله جل وعلا أباح لك مثلا المأكولات وجعل المحرمات في دائرة صغيرة. يعني واحد قال طيب ماذا آكل؟ قلنا كل الخبز وكل بأنواعه، خبز شعير، خبز ذرة، خبز قمح، خبز أسمر، خبز أبيض أصفر إلى آخره. تريد تأكل لحم غنم، لحم إبل، فهو قاعد الآن يرعى في الحلال ويقترب من غيره. نقول لكن ترى هنا حمى، هنا دائرة ممنوع أنك تدخلها. قال ماذا في هذه الدائرة؟ قلنا في هذه الدائرة لحم خنزير ولحم ميتة وكل ذي مخلب من الطير، الصقور وغيرها اللي تأكل مخالبها، وكل ذي ناب من السباع، في الذئاب والأسود التي لها أنياب وتأكل. هذا الحمى في 4-5 أنواع ممنوع أنك تأكلها، لكن اللي خارج الحمى خذ راحتك كل كما تشاء. فهو في خارج الحمى يرعى كما يشاء ويأكل كما يشاء، لكن انتبه لا تقرب من ذلك الحمى. ولذلك إذا بدأ يقع في الأمور اللي فيها شبهة هنا يقع عليه الكلام. يعني مثلا قلنا له مما أباح الله لك ما شئت من الأسماك، قال طيب والله جيد. قلنا لكن فيه نوع واحد من السمك في حرج، قال ما هو؟ فقلنا له سمك، هذا سمك يسميه الفقهاء الأقدمون سمك الكوسج، سمك الكوسج الذي له مثل المنشار، قالوا إنه شبيه بكل ذي ناب، فمدام له أنياب منع منه بعض أهل العلم. يعني في خلاف طبعا، لأن قد يقال طيب ما هو الحوت القرش له أنياب بعد، ليش ما حرمته؟ ما هو حلال؟ لكن في خلاف يعني، وبعضهم يقول إنه ضار. فقلنا له هذا تجنبه، قال يعني حرام؟ قلنا لا والله ما نقول حرام، لكن في شبهة، وعندك يا أخي من أنواع السمك يعني أعداد كبيرة جدا، ما بقل السمك أبو منشار لازم تأكله يعني؟ فبدأ يقترب حتى جاء جعل يأكله، ثم جاء إلى أنواع مثلا من السباع، فقلنا له طيب ترى الضبع اختلف في حله، بعض أهل العلم أحله مع أن الضبع من السباع له أنياب. ففي حديث أنه أجيز أكله، وفي أحاديث تمنع، فهو فيه قولان مشهوران. تجنبه يا أخي ما دام أنك لست مضطرا، عندك يا أخي لحم الدجاج والبط والغنم والحمام وإلى آخره، يعني أنت وقفت معك لازم تأكل لحم ضبع؟ فإذا تجوز ف
فبدأ يقترب من الحمى. الحمى في حرام صريح، خنزير وإلى آخره، وحول الحمى في حرام مشكوك فيه، الضبع، سمك الكوسج الذي ذكرناه. فأنت ممنوع من الاقتراب من الحمى حتى ما تتساهل بالشبهات، لأنك إذا تساهلت بأكل الأشياء اللي فيها خلاف قفزت فيما بعدها، قفزت فيما بعدها. ولذلك الإنسان الذي يبتعد عن الحرام من أصله هذا بعيد عن 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 أن يقع فيه. يقول عليه الصلاة والسلام هنا: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. الله تعالى جعل على الأمور المحرمة جعل عليها حاجزا. أو جاء إنسان وقلنا له: ترى مثلا لا يجوز لك أن مثلا تصافح المرأة الأجنبية عنك. قال: طيب ما في أقوال لها العلم؟ قلنا: والله في قول لبعضها العلم يقول إن يعني مصافحة المرأة الكبيرة في السن جدا التي لا تشتهى أباحه بعضهم بناء على أنها لا يجب عليها الحجاب التام، كما قال الله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني تضع عنها حجابها، غير متبرجات بزينة. لكن يا أخي ابتعد عن هذا، ما في ضرورة تصافح النساء الكبيرات في السن، ما في ضرورة. فقال: يعني ما هو بحرام حرام؟ قلنا: شوف، الحرام الحرام هو كذا، لكن هذا في خلاف وفي شبهة، الابتعاد عنه أولى. قال: ما دام في شبهة سأفعله، ما دام ما هو حرام صريح سأفعله. هو إذا فعل هذا انجر إلى ما بعده في الغالب. ولذلك في الحديث يقول: فمن اتقى الشبهات، ما دام شبهة أنا أبتعد، فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات يجره ذلك يقع في الحرام. ثم ضرب مثالا قال: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. وفي رواية قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا فإن في الجسد مضغة. الأحكام كما ذكرنا قبل قليل ثلاثة أقسام، منها حلال صريح وحرام صريح ومشتبهات. وهذا يكون في كل شيء، وغالبا في المعاملات، يعني في العبادات ما في شيء مشتبه. تأتي وتقول: ما حكم الصلاة؟ تقول: الصلاة فيها واجب وفيها مستحب، صلاة الضحى مستحبة مثلا والفرائض واجبة. طيب ما في صلاة فيها شبهة حلال ولا حرام؟ هذا لا يكون غالبا في الصلوات. طيب في الحج ما في شيء نقول والله حج شبهة وحج بدون شبهة، لكن المال الذي تكسبه للحج، المعاملات، هذا الذي فيه الشبهة. فالإجارة ممكن يكون فيها شبهة، البيع والشراء ممكن يكون فيه شبهات، الزواج ممكن يكون فيه شبهات ونحو ذلك. الكلام كذلك، تقول: والله أنا ممكن أتكلم بذكر الله، هذا حلال صريح. أتكلم بغيبة فلان، هذا حرام صريح. قال: طيب أتكلم عن شخص هم لا يعرفونه، لكن يمكن وأنا أذكر القصة يصير في اثنين ثلاثة يعرفونه. قلنا: هذه شبهة تجنبها حتى تبتعد عن الغيبة تماما. الشبهات فسرها بعض أهل العلم بأمور، قالوا: هي عندما تتعارض الأدلة. يعني مثلا يأتي من يبيح هذا الشيء ويأتي من يحرمه من أهل العلم، فقالوا اتقاؤه أولى. يعني مثلا لو جاء واحد وقال لك: ما حكم الوضوء من أكم لحم الإبل؟ قلنا له: والله يا أخي هذا فيه خلاف بين أهل العلم. قال: كيف؟ قلنا: المالكية والشافعية والحنفية يقولون لا يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، والحنابلة يقولون يجب الوضوء، لحديث رواه مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قيل: يا رسول الله نتوضأ من لحوم الغنم، قال: إن شئت تتوضأ وإن شئت لا تتوضأ. قالوا: نتوضأ من لحوم الإبل، قال: نعم توضأ. هذا دليل الحنابلة. قال: طيب الحديث يعني ما يعرفه لا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة، ما عرفه إلا الإمام أحمد. قلنا: ليست القضية عرفه ولا ما عرفه، الإمام أحمد أيضا أخطأ في أمور وأصابه، وهم أخطأوا في أمور وأصابه هو، لكن المسألة فيها خلاف قوي. هنا تعارضت الأدلة عنده، نقول: هذه مشتبهات. طيب الأولى لك، جئت وأكلت لحم إبل، إنسان في رمضان مثلا أذن وأفطر على تمرات وأكل مثلا فطاير أو سمبوسة بلحم الإبل ثم أراد يصلي، نقول: يا أخي توضأ
قال يا أخي ما قلتوا لنا أنتم أبو حنيفة والشافعي ومالك قالوا حلال، لازم أصير حنبلي. ليست القضية تكون حنبلي، لكن برضو حنبلي عنده دليل. يا أخي الأولى لك والأسلم لصلاتك تتوضأ. يعني صارت هنا شبهة في حلال صريح أنك أكلت تمره وبتصلي ما حد يقولك توضأ، وفي حرام صريح أنك مثلا عفوا تبولت وبتقوم تصلي، نقول حرام أنت تبولت لازم تتوضأ. هنا يأتي شبهة، أكلت لحم إبل ها أتوضأ ولا ما أتوضأ؟ نقول تعارضت الأدلة، هذا شبهات توضأ أسلم لك. قالوا ومن الشبهات اختلاف العلماء، لما يأتيك عالم ويقول لك لا تأكل اللحم مثلا فرنسي برازيلي استرالي دنماركي كذا، والله هؤلاء غالبا يذبحون على غير الشريعة، وتأملنا ونظرنا في طريقة ذبحهم وجدناها كذا وكذا، وقال لك آخرون لا والله الله جل وعلا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وأباح أكل طعامهم دون أن يفصل لنا، وبالتالي نحن نمشي على ما ذكره الله لنا. هنا صار العلماء لهم خلاف، فنقول لو أنك تجنبت الأكل لمدحك الفريقان من أهل العلم، اللي يقول حلال واللي يقول حرام كلهم بيقولون تجنبك أولى ما دام في غيره، وإن لم تتجنب الأكل سيسكت عنك فريق اللي قال حلال وسيذمك الفريق الذي قال حرام. اختلف العلماء فيها، نقول تجنب الموضوع، هذا صار شبهة. ومنها أيضا قالوا إن الشبهات هي المكروه، الأمور المكروهة في الشريعة، قالوا لأنه عقبه بذكر الحلال. قالوا مثلا من المكروهات مثلا أن يشرب المرء واقفا مثلا، أن يأكل واقفا، نقول ما هو بحرام لكن مكروه مثلا، وأمثلة أخرى مثلا تتعلق باللباس، تتعلق بالطعام، بالشراب إلى غيره. قالوا إن المكروهات هي التي فيها هي التي تكون من الشبهات. الشريعة فصلت كل شيء وبينت الحرام والحلال، وترى بالمناسبة يا جماعة الشريعة الوحيدة اللي موجودة اليوم في العالم التي فيها التفصيلات في الحلال والحرام في الوضوء والصلاة والإجارة والبيوع والاقتصاد وإلى آخره، لا يوجد في العالم شريعة فصلت هالتفصيلات إلا شريعة الإسلام. اذهب اليوم إلى اليهود، إلى النصارى، اذهب أيضا إلى البوذيون، البوذيين، إلى الهندوس، إلى غيرهم، لن تجد عندهم هذه التفصيلات. إن لم تجد ماء تيمم، طيب ما صفات التيمم؟ هل كل تراب يتيمم به أم لا؟ إذا لم تجد ماء تمسح به أثر البول أو الغائط استعمل غير الماء. طيب ماذا أستعمل؟ استعمل الحجارة أو المنديل، ولا يجوز أن تستعمل العظم مثلا لأنه طعام كذا الجن. هالتفصيلات الدقيقة حتى في الرضاع، في المواريث، في ناس يا جماعة اقتصاديون لما قرأوا نظام المواريث في الإسلام وطريقة التقسيم قالوا هذا لو إنسان يريد يخترعه يخترع هذا النظام يحتاج يتفرغ حياته كلها، يتفرغ 40-50 سنة يضع هالنظام، ثم كل ما اكتشف عليه يعني خلل يبدأ يصلح يعدل حتى يطلع لكم نظام ممكن تمشي عليه الناس دون مشاكل. ولكنهم يعلمون النظام لم يضعه النبي صلى الله عليه وسلم، المواريث بل هي من الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يوكل تقسيم الإرث إلى نبي ولا إلى عالم، ولا إنما قسمه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء تقسيم مواريث صريحا في القرآن، والأصول مما يتعلق تقسيم مواريث جاءت في القرآن، تأتي بعض الفروع في السنة أو في فهم الفقهاء ونحو ذلك. لذلك قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، وقال جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وقال الله تلك حدود الله فلا تقربوها، ونحو ذلك في أمور الحلال وفي أمور الحرام. ترك الشبهات هو نوع من الورع. الورع يا جماعة هو ترك الشيء المشتبه قربة إلى الله. قال لك واحد مثلا أنت لماذا مثلا ما الإمام مثلا أبو حنيفة كان مرة يشتغل، هو تاجر يبيع ثياب، فخرج مرة في حاجة
وجاء رجل واشترى ثوبا وذهب، اشتراه من الغلام اللي في المحل، فرجع أبو حنيفة وقال له الغلام هذه تفضل 10 دراهم بعنا ثوب. قال أي ثوب؟ قال بعت الثوب اللي معلق هنا. قال طيب يا ابني هذا ب5 دراهم ما هو ب10. قال قد رضيه الرجل، الرجل عاقل ليس طفلا نلعب عليه، ولا مثلا امرأة ما تدري وجاءت واستعجل، رجل يعرف ويعرف السوق وأعجبها الثوب يا أخي ب10، ما احتلنا عليه. فقال لا، المفروض أنك بينت له سعره ب5، كيف تبيع عليه ب10؟ هو في الحقيقة يا جماعة لا يستطيع أحد يقول إنه حرام فعله، ما دام أن الرجل رضيه وهو عاقل ويعرف، ما حد يقول لك والله ال5 دراهم الزيادة ترى حرام صريح، ولا في تسعيرة ماشية عندهم. يا لم تكن عندهم الثياب مثلنا تطلع من مصانع بمقاييس متحدة في كل العالم، لا، ثيابي يخيطونها ناس والغزل يغسلونه النساء، وبالتالي ممكن الثوب تبيعها ب5 ولا تبيعها ب50 بعد، فما حد يقدر يعترض عليك لأنه ليس له مقاييس ومواصفات من المصنع. فذهب أبو حنيفة جلس في المحل وقال اذهب رد الرجل. راح الغلام يبحث عن هالرجل حتى أعاده وقال أبو حنيفة اسمع، أنت اشتريت الثوب ب10 وهو ب5، فإما أن تأخذ 5 وإما أن تشتري ثوبا آخر معه، وإما أنك ترجعه وتأخذ من الثوب ب10. نقول لماذا فعل هذا أبو حنيفة؟ هل يخشى من أكل المال الحرام؟ لا، إنما هو نوع من الورع، نوع من التورع. لكن أيضا يا جماعة لا يحملنا الكلام هنا عندما نتحدث عن الشبهات، لا ينبغي أن يحملنا ذلك إلى الوسوسة، ويأتي واحد مثلا وعنده مثلا في البر مثلا أو في أي مكان وعنده ماء بيتوضأ منه، أو مثلا جاء عند ماء مجتمع من مطر، أحيانا يجتمع مستنقع ماء، فلما جاء بيتوضأ قال في نفسه لا يمكن هذا الماء مرت به كلاب وتبولت فيه، أنا رأيت أطفال يلعبون قريب، يمكن هؤلاء الأطفال جاءوا وتبولوا فيه. هذا شبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ويرجع ويتوضأ مثلا من ماء المعد للشرب ولا المعد للطبخ ولا نحوه. نقول هذه وسوسة، هذا ليس شبهات. متى يكون شبهات؟ إذا تبين لك شيء يجعلك تشك، أنت ما عندك شيء تشك فيه، لا طعمه تغير بنجاسة، ولا لونه تغير، ولا رائحته تغيرت، فلماذا توسوس؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح كان يتوضأ فأقبلت هرة إليه فأمال لها الإناء وشربت ثم ذهبت وكمل وضوءه، ما قال عليه الصلاة والسلام لا يمكن هذه الهرة قد أكلت فأرا وبالتالي هذا الفأر دمه نجس وبقيت آثاره في فمها، فلما جاءت وحركت لسانها في الماء. انت ما جعل عليه الصلاة والسلام يفسر التفسيرات الطويلة، لا، ما دام ما تبين لي أي شيء في هذا الماء تغير أنا أكمل وضوئي. فنحن نفرق يا جماعة ما بين اتقاء الشبهات وما بين الوصول إلى مرحلة وسوسة. وأنا أعرف شخصا، أعرفه حقيقة، وصل إلى مرحلة متقدمة من، يعني هو يسميه ورع وهو في الحقيقة وسوسة. يعني تخيل لا يمكن يأكل لحما حتى يذبح أمامه وهو يرى ويتأكد من الذي ذبحه، يقول له ولده يبا أنا أخذت الذبيحة وذهبنا بها للمقصب مثلا وفيه عمال مسلمون وذبح، قال لا يمكنه ما يصلي، قال يا أبي الأصل أنه مسلم ويصلي، قال لا يمكن ذاك اليوم ما صلى وفي من يقول من العلم إنه كذا، طيب يا أبي هذا الخبز اشترينا، قال لا يمكن هذا الخبز أنه يعني طحنه بطحين في مدري إيش، لا 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 اشتر، نحن نشتري الحب ونطحنه أمك اللي تعملنا الخبز، وهو يظن هذا ورعا، بل إنه إذا عزمه أحد لا يأكل من اللحم، يأكل من الرز والمرق وكذا ويتجنب اللحم.
ليش؟ يمكن صاحب العزيمة هذا الذي ذبح لي هذا الذي وضع لي هذا اللحم يكون تاركا للصلاة، يمكن. كيف يمكن وأنت تعرفه؟ ما أدري، يمكن في قلبه شيء وهو مرائي. هذا في الحقيقة نوع من الوسوسة، وهو يسميه ورعا، ويظن نفسه هكذا، أني أنا متورع وأني أتقي الشبهات. أنت انتقلت من مسألة اتقاء الشبهات إلى وسوسة مذمومة. ولو رآه يعني أهل العلم لعلموا أنه يخالف الأدلة الشرعية الواردة. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أيضا عن الورع، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكذلك هو عليه الصلاة والسلام كان يعني يترك الأشياء اللي فيها شبهة. يقول عليه الصلاة والسلام: مر يوما دخل بيته، وكان بيته عليه الصلاة والسلام يجمع فيه كل شيء. يعني مثلا لو واحد عنده تمر سيتصدق به، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم مثلا أماكن مخصصة لجمع الطعام، أماكن مخصصة لجمع المال، ما كان هذا متيسرا لهم. فكان الصحابي يأتي مثلا بإناء كبير فيه تمر، يا رسول الله هذه صدقة، يدخل يحطها عند الباب ويمشي. أحيانا يأتون به في المسجد، أحيانا في البيت. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يسأل إذا جاء أحيانا دخل يعني إلى بيته أو المسجد، يسأل: ما هذا؟ صدقة؟ هدية؟ فدخل عليه الصلاة والسلام إلى بيته يوما وإذا بجانب فراشه تمرة، فرفعها ومسح عنها التراب، ثم قال: لولا أني أخشى أنها من تمر الصدقة لأكلتها، ثم أمرني فصدق بها. طيب، لو جاءك واحد من الموسوسين واستدل بهذا، قال: هذا النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي قال لك لولا، أن نقول نعم، لكن هو عنده قرائن تجعله يشك. هو أصلا الصدقة تجمع في بيته، وهو لم تجري العادة أيضا أن يرمى في بيته تمر، لأن ما عنده أطفال في البيت يأخذون تمرة ويرمونها ويمشون، ما عندها إلا عائشة رضي الله عنها لن تأخذ تمرا وترميه. فهو أصلا هو لما تحرج لأن عنده غلبة ظن أنها وقعت من أحد الآنية وهم يضعونه أو يرفعونه. يعني ما جرت العادة أن تمر البيت يرمى بهذه الطريقة، البيت ما في أطفال ولا يعني ضيوف هكذا يعني يرمى إليهم التمر أو نحوه. وبالتالي هو أصلا صلى الله عليه وسلم تجنبها لوجود شبهة قوية جعلته يتجنبها هنا. وإلا هو عليه الصلاة والسلام إذا نظرت في حياته وجدت أن ما كان أبعد الناس عن الشك والوسوسة. يعني مثلا قال له قوم: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري ذكروا اسم الله عليه أم لا، ماذا نفعل؟ في ناس يا رسول الله مسلمون يأتوننا بلحم يبيعون علينا، يعني هم مثلا رعاة غنم، يأتي مثلا عنده شاة مثلا انكسرت رجلها أو عدا عليها ذئب وعضها أو كذا، لكن ما ماتت يعني، فهو بينحرها خلاص. وفي السابق ما عندهم ثلاجات يضعون فيها اللحم إذا ذبح الذبيحة لتكفيه مثلا مدة معينة، فكان الواحد يأخذ كفايته من اللحم والباقي إما أنه يجففه بطريقة معينة أو يبيعه. فهم يدخلون إلى المدينة يبيعون اللحم، فالصحابة يقولون: يا رسول الله، هؤلاء أعراب في البوادي مسلمون، لكن ما هم مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وأبو هريرة والصحابة اللي نعرفهم، يأتوننا هم مسلمون ولا ندري هل ذكروا اسم الله عليه أم لا. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما دام أنكم شككتم ابتعدوا، لا، هو يتكلم عن قوم مسلمين يعرفون أن من الشريعة أنك تذكر اسم الله، فقال عليه الصلاة والسلام لهم: سموا أنتم وكلوا، كأنه يقول اتركوا عنكم الوسوسة، لا توسوس كل من جاءك بلحم جاءك بشيء، سموا أنتم وكلوا. وكذلك لما قال الصحابي: يا رسول الله، أحدنا يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه أنه خرج منه ريح وانتقض وضوءه في الصلاة، يطلع من صلاته ولا لا؟ فقال: لا ينصرف، لا تستجب للوساوس، لا تقول وأنت تصلي
الآن وضوئي فيه شبهة، والله يا أخي ما أدري انتقض وضوئي ما انتقض، تدري أبقطع صلاتي احتياطا، وأكون حتى لو صليت 3 ركعات وأنا في الرابعة أعيد وأتعب نفسي في سبيل الله؟ نقول لا، أنت موسوس الآن. لذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شوف كيف ضبطها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك التشديد على النفس لا يعني اتقاء الشبهة، وكذلك الانطلاق مع النفس لا يعني اتقاء الشبهة، لكن يبقى الإنسان موازنا بين هذا وهذا. هذا أيها الأكارم فيما يتعلق بهذا الحديث، طبعا من أعظم الأحاديث، ويقولون إن الإسلام يقوم على 4 أحاديث هي أصول بقية الأحاديث كلها. كما قال الناظم يقول: عمدة الدين عندنا، عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية. يقول عمدة الدين تقوم على 4 أحاديث، عمدة الدين عندنا كلمات 4 من كلام خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملن بنية. اتق الشبهات، هذا الحديث الذي معنا، وازهد، حديث فيه ضعف، ازهد فيما عند الناس يحبك، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، من حسن السلام المرء تركه ما لا يعنيه، واعملن بنية. أي حديث؟ حديث عمر المشهور اللي هو: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث في هذا. هذا فيما يتعلق بحديث الشبهات الذي كنا قد فاتنا أن نشرحه. الحديث 50 حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤلف لا يزال في كتاب الإيمان. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، فلقنني فيما استطعت، أو فيما استطعت، يعني أنا أقول والسمع والطاعة فيما استطعت، والنصح لكل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الصحابة على الإسلام، ويبايعهم على العمل بالإسلام. واختلف أهل العلم هل تجوز البيعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم أم لا تجوز. يعني لما مثلا بعض الأحزاب اليوم الموجودة يقول لك: والله بايع مثلا الشيخ فلان، أو بايع المرشد، أو بايع القائد مثلا، أو بايع مثلا الرئيس فلان، أو كذا، هل البيعة تجوز لغير النبي صلى الله عليه وسلم أم أن البيعة خاصة به عليه الصلاة والسلام؟ اختلف أهل العلم في ذلك. وكذلك اختلفوا في هل البيعة الخاصة تختلف عن البيعة العامة. يعني ممكن تأتي وتقول مثلا مثل ما كان الصحابة يقولون: من يبايع على الموت مثلا، يكون مثلا فيه جيشين فيحتاجون إلى مجموعة تقتحم، فيقوم واحد من الصحابة من الشجعان يقول: من يبايع على الموت؟ يبايع، إما ننتصر ولا نموت. فيتبايعون: أنا أعاهدكم أن ما أرجع، أن أقدم معكم ولا أعود. طيب، هذه البيعة الخاصة هل هي جائزة أم أنها لا تجوز؟ هذا فيه يعني كلام طويل لأهل العلم، لعله يأتي معنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع الصحابة بايعهم على أصول معينة. ويقول عبد الله بن عمر يقول: كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، ويلقننا فيما استطعنا، كما روى ذلك أبو داود. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله معروف، وتقدم معنا شرحها مرارا، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة أيضا معروف. قال عليه الصلاة والسلام: والسمع والطاعة، يعني السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمركم. وفي رواية قال: بالمعروف، بالمعروف يعني في الشيء الذي ليس منكرا. وقوله هنا فيما استطعت، لأن الله تعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإنسان كونه يتكلف ما لا يستطيعه هذا لا يكون له، كما مثلا لو سمع وأطاع للأمير أو للإمام، ثم قال لهم الإمام مثلا: يلا كل من تعدى عمره مثلا السن الفلاني يخرج معنا للقتال، طيب وأنت مريض، فنقول: أنت قلت السمع والطاعة فيما استطعت، أنا ما أستطيع الآن، أنا مريض مثلا، أو غير ذلك من الأمثلة. قال: والنصح،
لكل مسلم. النصح لكل مسلم لفظة عامة. وعند الطبراني أن جريرا رضي الله عنه راوي الحديث بعث غلاما له فاشترى له فرسا، فلما جاء بالفرس قال بكم اشتريته؟ قال بأربعمائة درهم. قال فأين صاحب الفرس؟ قال ها هو قادم لتنقده، أنا ما معي أربعمائة درهم وجبت لك الفرس، إذا أعجبك ترى هو صاحبه جاي، إما بيأخذ فلوسه أو يأخذ الفرس ويذهب. فلما جاء صاحب الفرس، جرير قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، يقول أنا لا أحب، لا بد أن أحب للناس ما أحب لنفسي وأن أحب لهم من الخير ما أحب لنفسي. فقال له جرير أنت بعت بأربعمائة درهم؟ قال نعم. قال رضيتها؟ قال نعم. قال والله إن فرسك يسوى أكثر من ذلك، صراحة أنا أنصحك أنت لو تأخذ فرسك وتعرضه في السوق سيأتي لك قيمة أكثر من أربعمائة. أنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أن أنصح لكل مسلم، ما أسكت عشان فيها مصلحة لي، فرسك يأتي بأكثر من ذلك، تبيعه بخمسمائة؟ قال نعم، الله يكثر خيرك تعطيني خمسمائة. قال والله إنه خير من الخمسمائة، أنا أعرف الخيول وأعرف. تبيع بستمائة؟ قال نعم. قال والله إنه خير منها، تبيع بسبعمائة؟ قال نعم. قال بل هو خير منها، لو أعلم لو تدخل به السوق الآن بيجيب لك أكثر من السبعمائة. تبيعه بثمانمائة؟ قال نعم. قال فأعطاه الثمانمائة. فقال له غلامه عجبا، الثمانمائة كان ممكن تشتري بها فرسين بدل فرس واحد. فقال له جرير إني قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، أنا مطالب أني أبذل له النصيحة، ليس لأني أنا ربحان من ورائه أقول والله زين إذا كذا، لا والله، إلا أنا النصح لكل مسلم. أنا ولو انتشر هذا أيها الأفاضل فعلا بين الناس اليوم، هذه المعاني التي جاءت بها الشريعة، النصح لكل مسلم، أحب لأخيك ما تحب لنفسك، ونحو كف أذاك عن الناس، هالمعاني الشرعية التي أصلها الإسلام وجعلها من العبادات والقربات، لو طبقها الناس اليوم في تعاملاتهم في بيعهم في شرائهم كان نقفل المحاكم نقفل الشرط، والله ما مثل ما قال لو أنصف الناس ارتاح القاضي، لو كل واحد من الناس بيتعامل بالإنصاف والعدل مع الآخرين القاضي خلاص قفل بيته، ما عاد قفل محكمته، ما عاد يحتاج، لن يختلف الناس إليه. لكن لوجود الظلم بين الناس وأنهم يعني كل واحد ينزع من الآخر الشيء انتزاعا، هذا الذي يجعل الناس يقعون في المشاكل. قوله هنا فيما استطعت بمعنى أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا من معانيها. وفيه حديث الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فلما كانوا في هذه السرية قال لهم اجمعوا لي حطبا، هذا قائدهم، فجمعوا له حطبا، ما يدروا ماذا سيفعل القائد، قال أشعلوا فيه النار، فأشعلوا فيه النار، فقال قعوا فيها، يلا بسم الله اقفزوا في داخل النار. فقال له المجموعة الذين معه قالوا نحن إنما أسلمنا هربا من النار، كيف تريدنا أن نقع فيها؟ نحن دخلنا في الإسلام ونطيعك الآن لأنك قائدنا ولأنك يعني قائدنا وأميرنا، ونخاف إذا عصيناك أن نكون يعني وقعنا في معصية، كيف ونحن نفعل ذلك خوفا من النار وأنت تشعل النار وتقول اقفزوا فيها، إنما أطعناك خوفا من النار وتقول اقفزوا فيها. فقال ألست أميركم وواجبا علي عليكم طاعتي؟ قالوا بلى. قال اقفزوا في النار. قال والله لا نفعل. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثوه بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو وقعوا فيها ما خرجوا منها، بمعنى أنهم يعني يعاقبون يوم القيامة لأنهم قتلوا أنفسهم، ليس أنهم يخلدون في النار، فهم ما فعلوا كفرا، لكن بمعنى أنهم سوف يعاقبون يوم القيامة. فالطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، وكما جاء يعني في الأثر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وقولوا عليه الصلاة والسلام أيضا إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث 51 حديث زياد ابن علاقة رضي الله عنه قال: سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول يوم مات المغيرة ابن شعبة. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه كان أميرا على الكوفة في العراق، وتوفي في سنة 50 من الهجرة في خلافة معاوية، ومعاوية وعلي رضي الله عنهما كان كل واحد منهما أميرا. فكان علي رضي الله عنه لما قتل عثمان بايعه الصحابة، ثم أرسل علي إلى الأمصار: خلاص عليكم خليفة جديد، عثمان رضي الله عنه استشهد وأنا بايعني الناس بالخلافة، أنا مكان عثمان، أنا رئيسكم كلكم يا من في الأمصار، رئيسكم يا معاوية في الشام، رئيسك يا عمرو بن العاص في مصر، رئيسك يا فلان في العراق، رئيسك يا فلان في اليمن. الدولة الإسلامية كانت خلافة كلهم يرجعون لقائد واحد. فمعاوية، فهؤلاء بايعوا كلهم إلا معاوية، قال أنا ببايع لكن عندي شرط. قال ماذا؟ قال تقتل قتلة عثمان أول شيء، تعاقب اللي قتلوا عثمان ثم نبايعك. فقال له علي: طيب أنت بايعني، خل تجتمع كلمة المسلمين وبعدين نرى ماذا نفعل بقتلة عثمان. فقال معاوية: لا، أنا ولي دم عثمان، كما قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، هو المسؤول يأخذ يعني بي 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 يطالب بحقه. فهو يقول له: عثمان ابن عمي، كلنا من بني أمية، وأنا اللي لي حق أطالب بالدم، فأقم عليهم الحد أبد وأنا أمير تحت يدك. فوقع ما وقع بينهما من الخلاف والحروب، حتى بعدها صار للمسلمين أميران: أمير يحكم الشام وما حولها، وأمير يحكم المدينة ومكة والعراق وبعض المناطق، علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. ثم توفي علي رضي الله عنه في تقريبا سنة 40 للهجرة تقريبا، وتولى بعده ابنه الحسن بن علي، بايعه الناس. ثم إن الحسن بن علي بعد 6 أشهر رأى أن المسلمين متفرقون، فتنازل بالخلافة لمعاوية وقال: يا معاوية خلاص أنت الخليفة على المسلمين، وأنا أعتبر من ضمن المسلمين، تضعني أميرا تضعني أبت، أنا أتنازل بخلافة لك يعني لجمع الكلمة. وفيه يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين من المسلمين. وفعلا كان الخلاف بين قوم معاوية وبقية المسلمين رضي الله عنهم جميعا قائما، فلما كان الخلاف قائما، فلما تنازل له الحسن خلاص انتهت المشكلة. فصار معاوية حاكما، ولبث معاوية أميرا على الشام 20 سنة، ثم لبث خليفة على المسلمين كلهم 20 سنة أخرى. فالمغيرة بن شعبة كان أميراً في الكوفة في خلافة معاوية، فتوفي المغيرة في سنة 50 من الهجرة. فجرير بن عبد الله البجلي لما توفي المغيرة قام خطيباً في الناس، فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، يعني لا تعملوا بلابل، لا تعملوا مشاكل، اهدأوا حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. طيب يأتيكم الآن كيف؟ ما هو حتى يبلغ الخبر من الكوفة حتى يصل إلى الشام يحتاج ربما الرسول بينهما يمشي يوم ونص إلى يومين، هذا إذا هو بيمشي يعني مشيا حديثا، وحتى يرسل أميرا يحتاج إلى مثلها، ويقول يأتيكم الآن. قيل إنه يعني نفسه، وإن المغيرة استخلفه، قال: يا جرير أنا في مرض الموت، تراك أنت الأمير على الناس،
احكم بهم حتى يأتي أمير غيرك أو تثبت أنت. قال فإنما يأتيكم الآن، ثم قال استعفوا لأميركم فإنه يحب العفو، يعني اطلبوا من الله أن يعفو عن أميركم، أن يغفر له. ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت بايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. ثم قال ورب هذا المسجد، قيل إنه كان يخطبهم في مسجد، وقيل إنه أشار إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى الكعبة، قال ورب هذا المسجد إني ناصح لكم، ثم استغفر ونزل. الحديث فيه بعض الفوائد، بعضها تقدم معنا، منها أن جريرا رضي الله عنه كان ناصحا لكل مسلم، فهو لما رأى أن الأمير قد مات وأن الناس قد يضطربوا مباشرة قام وهدأهم، قال ترى أميركم مات يا ناس اهدأوا، لا تعملوا مشاكل، لا تعملوا بلابل، يأتيكم أمير آخر، واستغفروا لأميركم، كان يحب العفو عن الناس، استعفوا له إلى آخره. وأيضا أنه أمرهم بالحلم والوقار، ولذلك قال لهم هنا والوقار والسكينة، لا تعملوا ثورات ومشاكل، ما عندكم أمير، لا، والوقار والسكينة. وذلك لأن الناس كما قال لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، الناس ما يصلحون من غير أمير، وأيضا ما يصلحون إذا أميرهم جاهل سيء إلى آخره، إذا جهالهم سادوا. ولذلك قال لهم يا جماعة سواء في أمير ولا ما في أمير، عليكم بالوقار، عليكم بالسكينة، حتى يأتيكم أمير إليكم. وفيه أيضا أنه رضي الله تعالى عنه أن الصحابة كانوا إذا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على شيء أنهم كانوا يلتزمون ببيعتهم له عليه الصلاة والسلام. نتوقف الأذان. صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد. اللهم رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العلم. نحن من فضل الله انتهينا من كتاب الإيمان وهو الكتاب الأول في هذا الكتاب المبارك، و نبدأ الآن في كتاب العلم. بدأ بالحديث الذي رقمه 52 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة. كان الصحابة في بدايات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أسئلة كثيرة جداً، حتى كثرت المسائل جدا وأرهق النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هناك بعض الأسئلة ليس لها فائدة كبيرة، مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال الرجل يا رسول الله أفي كل عام، فأعرض عنه ما جاوب، فقال أفي كل عام، ولو كل عام قالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فأعرض عنه فأعادها أفي كل عام، وقال عليه الصلاة والسلام لو قلتها لوجبت ولما استطعتم، لو أقول نعم في كل عام صارت واجبة عليكم وما تستطيعون تحجون كل عام، لو قلتها لوجبت ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، يعني الشيء الذي لا أذكره لكم لا تبعثروا عنه، ذروني ما تركتكم. فأنزل الله جل وعلا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني كان بعض الصحابة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أنا أريدك في شيء خاص، فيقوم معه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هو شيء عادي لا يستحق أن تقطعني من شغلي تقطعني من عملي. فشرع الله تعالى لهم حكما، وهو أي واحد يريد يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في يناجيه لوحده لازم يدفع قبل، يدفع لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يتصدق، بحيث أنك تبغى تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وتصدق
ثم تعال وكلم النبي عليه الصلاة والسلام. حتى بدل ما يكلمه يوميا 100، كل واحد يريده في موضوع خاص فيشغلونه، ينزل الرقم إلى أقل من ذلك بكثير، لأن ليس كل واحد بيفكر قبل، طيب هل الموضوع مهم إلى درجة أني بدفع فلوس لأجله؟ ثم بعد ذلك خفف الله تعالى عنهم وقال، يعني لما قال إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، بعدها قال الله تعالى أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، يعني أسقط عنهم هذا الحكم. فصار الصحابة يقول كما يقول أنس، يقول كنا نفرح أن يأتي الأعرابي من البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يسأله عادة عن غرائب، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يشدد معهم لأنهم ليسوا من الملاصقين له، ممن يصلون معه دائما، بالتالي يعني يمشي لهم هالأسئلة. فيقول أبو هريرة بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم إذ جاءه أعرابي، ما سماه لأنه ما كان معروفا وعرف أنه أعرابي من هيئته، فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث. هالسؤال بالذات النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه، لأنه عليه الصلاة والسلام أجاب مرارا أني ما أدري، علمها عند ربي، أنا ما أدري متى تقوم الساعة، فأعرض عنه. مضى، هو كان عليه الصلاة والسلام يتكلم للصحابة مثلا عن أحكام معينة، عن يوم القيامة، وهو يتكلم جاء الرجل وقطع، متى الساعة يا رسول الله؟ ما رد عليه، كمل كأنه ما سمع. فقال بعض القوم هم جالسين، بعض الصحابة يريد يسمع الجواب، متى يوم القيامة؟ يريد يسمع. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال. توقع سمع النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ولا ما سمع؟ قال سمع لكنه ما يحب هالسؤال، لأجل ذلك ما التفت ولا أجاوب وكمل كلامه. قال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. صار الصحابة يتكلمون فيما بينهم، اللي يقول ما سمع أصلا، تعرف صوت الرجل مهو واضح، والثاني يقول بلى سمع لكن لأنه يكره السؤال ما جاوبه. والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث ماشي، والناس مختلفون، سمع لا والله ما سمع، إلا سمع لا والله ما سمع، والنبي صلى الله عليه وسلم ماشي في حديثه. فلما انقضى من حديثه الموضوع اللي كان صلى الله عليه وسلم يناقشه شرحه وبينه وانتهى، التفت قال أين أراه السائل عن الساعة؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف جواب هذا السؤال، لأن الله تعالى قال له يسألونك عن الساعة، ثم قال قل إنما علمها عند ربي، ما أحد يدري متى الساعة، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يجاوب جوابا يفيد السائل. ولذلك قال في الحديث الآخر، قال واحد يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ ليست المشكلة أن تدري متى الساعة، المشكلة أنت ماذا أعددت لقيام الساعة. فهنا قال أين أراه السائل عن الساعة؟ وين اللي قبل شوي يقول متى الساعة؟ وين؟ قالها أنا يا رسول الله. أوه إذن سمع، سمع لكنه أراد يكمل حديثه. قالها أنا يا رسول الله، وقال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ كيف إذا ضيعت الأمانة؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد، جرت العادة أن الأمير تطوى تحته وسادة يجلس عليها، كما اليوم الناس يجلسون على كراسي وكنبات، كان في السابق الناس يجلسون على الأرض أو على بساط وتحته حصى أو تراب، فكان الأمير أمير القوم كانوا يطوون وسادة ويجلس عليها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا هذا المنصب جلس عليه، إذا الوسادة طويت لشخص ليس أهلا لها ترى الساعة قريبة. إذا رأيت اللي يتحكم في أمر الناس ويسير أمورهم ليس أهلا لهذا المنصب ترى الساعة قريبة. قال إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. المقصود بالأمر هنا لفظة عامة،
سواء كانت من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. يعني مثلا من أمور الآخرة الفتوى، إذا وسدت لغير أهلها انتظر الساعة، إذا وسدت لمن يعطي الفتوى بناء على إرضاء مثلا سياسي، بناء على يعطي فتوى بناء على أن مثلا في لجنة شرعية في بنك والبنك سيحقق أرباح معينة من هذا الموضوع، فأراد فتوى أنه يجوز حتى الناس يثقوا، ليثق الناس، فجاء بفلان وفلان وفلان ودبروا له الموضوع ودخلوا مذهب الحنفية في الشافعية في المالكية في الحنابلة وكذا وركبوا له التركيب. نقول أنتم أصلا لستم أهلا أن تفتوا في هالموضوع. قالوا لا، نحن وضعنا مسؤولين إذا وسد الأمر لغير أهله، لغير أهل الفتوى، أفتوا لمصلحة معينة، أفتوا لغير ذلك. إمامة مثلا، شخص عين إماما وهو فيه من هو خير منه، لكن وسد إليه لغرض معين، أو قل غير ذلك من الأمثلة في أمور الآخرة. وفي أمور الدنيا أيضا أن يجعل شخص مسؤولا على شركة، مسؤولا على وزارة، مسؤولا على مدرسة، على جامعة، على غير، وهو ليس أهلا لها، ليس عنده خبرة إدارية، وليس عنده ذهن صافي يستطيع أن يدير الأمور من خلاله، وليس عنده أيضا قدرات عقلية وذكاء، وليس عنده مظهر وكاريزما مثل ما يقال تهيئه لهذا المنصب. يا أخي غيرك أحق منك بهذا المكان. أنت وسد الأمر في هذه الجامعة لغير أهله، وسد الأمر في هذه المدرسة لغير أهله، وسد الأمر في هذا المكان لغير أهله. هذا من علامات الساعة، إذا بدأت توسد الأمور لغير أهلها، وبدأ يعني الناس يقال والله فلان عين في المكان الفلاني فيضحكون، يقول والله هذا لو يعين راعيا على 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 خمس من الغنم لضيعها، كيف يعين في المكان الفلاني؟ أو مثلا والله فلانة صارت هي الأم المثالية في البلد الفلاني مثلا، أو والله فلان أعطوه مثلا وسام كذا وكذا. هذه كلها لعب. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. قال وما إضاعتها يا رسول الله؟ ما قال يعني إذا ضيعت الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر. ولذلك يا جماعة حكم الناس أمانة، الفتوى أمانة، الإمامة أمانة، إدارة أعمال الناس أمانة، كل هذه أمانات الإنسان لابد أن يعرف لها قدرها. إذا ضيعت وأصبحت تعطى بناء على واسطات، تعطى بناء على رشاوي، تعطى بناء على أن هذا ابن فلان، ولا بناء على أننا نرجو من ورائه كذا، إذا صارت المقاييس عند الناس في إيكال الأمانة، أنا عندي أمانة مدير جامعة هذه أمانة، عندي أمانة هذا مدير مدرسة مسؤول عن عيالنا، عندي أمانة هذا مسؤول عن مثلا سفلتة هذا الطريق والنظر مثلا في المجاري والكهرباء وكذا اللي تحته، هذه أمانات لابد ينظر فيها. من الذي يوسد إليه هذا الأمر؟ من الذي يوضع في هذا الأمر؟ هذا تحدده قدراته، ذكاؤه، شهادته، خبرته، خوفه من الله. نحن مع الأسف اليوم أصبحت هذه الأمور تطبق عند غير المسلمين أكثر ما تطبق عند المسلمين. عند عدد من بلدان الإسلام إذا أراد الإنسان أن يعين قيل له من تعرف، أما عند غيرهم إذا أراد أن يعين قيل له ماذا تعرف، وش عندك من قدرات حتى نعينك، ما يقال له من يتوسط لك في المكان الفلاني. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام هنا إذا وسد الأمر لغير أهله أدل هذا على اضطراب أمور الناس وعلى لخبطة أمورهم وأصبحت الأمانة مضيعة عندها، قال فانتظر الساعة. في هذا الحديث التشديد على الأمانة، وفي هذا الحديث أيضا الرفق بالسائل. ولذلك عليه الصلاة والسلام لما الرجل سأله ما تركه ولا نهره ولا شيء التفت إليه، لأن الرجل جاء من مكان بعيد وليس من طلبة العلم الملاصقين للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس مجالسا له كغيره، وبالتالي هو عليه الصلاة والسلام يرفق به. كذلك من فوائد الحديث أن الإنسان ينبغي ألا يسأل العالم المشغول. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شغال يتكلم ويحدث، يأتي يقطع الكلام، يا رسول الله متى الساعة؟
يعني ما قال يا رسول الله بيخرج الوقت وأنا ما صليت، أصلي ولا أجمعها؟ هنا نقول نعم سؤال ضروري وأقطع الكلام لأجله، لكن يسأل سؤالا يمكن تأجيله 10 سنين، ليس تأجيله 5 دقائق حتى ينتهي. ولذلك أيضا من الأدب عدم قطع الكلام على العالم أو على مثلا طالب العلم أو كذا، إذا كان يتحدث عدم قطع الكلام حتى ينتهي مما عنده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدبه هنا فتركه، تركه، ما التفت إليه، تركه، كأنه يقول له المفروض أنك انتظرت، المفروض أنك يعني تأنيت حتى انتهى، ثم قال أين تراه السائل عن الساعة. كذلك في الحديث من الفوائد مراجعة السائل للعالم إذا لم يفهم. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، الرجل ما سكت، قال وما إضاعتها؟ كيف تضيع الأمانة؟ أنا ما فهمت، اشرح لي كيف تضيع الأمانة. وهذا يدلك أيضا على حرص الصحابة على الاستفادة من النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال الرجل والله خلاص جاوبني فهمت ولا ما فهمت خلاص، لا، الأصل إذا لم يفهم أن يقول له لم أفهم. لذلك يعني لما مثلا واحد يأتي ويسأل يقول يا شيخ أنا مثلا توفي أبي وترك مثلا 10,000 ريال كيف نوزعها؟ فقال الشيخ للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم كمل، هذا ما فهم إيش معنى للذكر مثل حظ الأنثيين. فقال طيب يا شيخ عفوا ما فهمت، كيف للذكر مثل حظ الأنثيين؟ اسأل، إذا لم تفهم اسأل. وأيضا ينبغي على من يسأل أن يرفق بالناس، لا يقول له أبد للذكر مثل حظ الأنثيين، يا أخي تفهم ولا ما تفهم؟ خلاص أنت عارف تقرأ؟ قال نعم. قال خلاص ابحث في كتب أهل العلم. أنا لو أبحث في كتب أهل العلم ما جئت وأسألك. أيضا لا بد أن يرفق بالناس، أن يعني إما أن يكون في مقدار المكان الذي يجلس فيه أو لا تتصدر لفتوى الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفق الرجل، يسأله سؤالا سئله النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وكل مرة عليه الصلاة والسلام يرفق بمن يسأله فيه. الحديث 53 ولا نزال في كتاب العلم، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عبد الله بن عمر بن العاص. وكان بالمناسبة عبد الله بن عمر بن العاص هو الصحابي الوحيد المنافس لأبي هريرة في كثرة الأحاديث التي يرويها، وكان أبو هريرة يتميز بشيء وعبد الله بن عمر يتميز بشيء. أبو هريرة يتميز بإيش؟ بقوة الحفظ، وعبد الله بن عمر كان يكتب. ولذلك يقول أبو هريرة يقول ما كان أحد يضاهيني في كثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عبد الله بن عمر، ثم قال فإنه كان يكتب ولم أكن أكتب. فكان عبد الله بن عمر يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما أبو هريرة فكان ما يعرف يكتب، ولا كانت الكتابة مشهورة عندهم عموما، وبالتالي كان يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن عمر تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا صلاة العصر، وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ، قال فجعلنا نمسح على أرجلنا. أرهقتنا صلاة العصر يعني تأخرنا حتى كاد أن يخرج وقتها. وكان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر لأي حاجة من الحاجات، أما مثلا أراد يتكلم مع فلان، أو أراد أن مثلا يرتاح مثلا، أو ربما كان معه أهله وأرادوا شيء، أو هو أراد عليه الصلاة والسلام قضاء حاجة، أي ظرف من الظروف جعله يقول لهم تقدموا أنا سألحقكم. فالصحابة يمشون ودخل وقت صلاة العصر، فصاروا أخروها قليلا لعل النبي صلى الله عليه وسلم يلحق بنا ويصلي بنا إماما. يقول تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا، وصل إلينا، نحن نمشي وعليه الصلاة والسلام يلحق بنا، لما وصلنا وإذا نحن قد ما صلينا العصر وقد أخرناها حتى كادت أن تغرب الشمس. وفي رواية قال حتى أرهقتنا الصلاة، وفي رواية أخرى للبخاري قال حتى كادت الشمس أن تغرب. قال وقد أرهقتنا صلاة العصر ونحن نتوضأ بسرعة، نريد قبل ما تغرب الشمس نلحق نصلي، ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا، لأن كل واحد يتوضأ بإناء، وأنت حتى تتوضأ بهالإناء دائما الإنسان يا جماعة في البر إذا توضأ أنت ممكن تتوضأ بقارورة صغيرة، ومتى ترتاح وتوفر الماء؟ إذا كنت لابس خفين، صح؟
تمسح عليهما. المشكلة الكبرى دائما إذا كان واحد يتوضأ من إناء وماء قليل، كل شيء ماشي إذا وصل عند الرجلين يخلص الماء ولا لا؟ لأنه يحيط بها يمين يسار. فالصحابة من شدة العجلة وقلة الماء صار الواحد يأخذ قبضة ماء ويمسح رجله ويذهب، ما يغسل الرجل كلها. يقول: فنادى النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام كرر حتى يفهم منه من لم يفهم، وليسمع صوته من لم يسمع، مبالغة في التوضيح. وهو هنا عليه الصلاة والسلام أيضا أنكر ما رآه خطأ مباشرة، وهذا واجب العالم أن ينكر على الناس ما يراه خطأ مباشرة. قوله أرهقتنا الصلاة أي تأخرنا عنها حتى كاد أن يدخل وقت الصلاة الأخرى المغرب. والواجب كما يدل عليه هذا الحديث غسل الرجلين تماما كما قال الله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم معطوفة على اغسلوا وجوهكم، فجعل وجوهكم منصوبة بالفتح، وأرجلكم معطوفة على اغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني قال بعدها وأرجلكم يعني تغسل. ولا يجزئ مسح القدم إلا إذا كانت مغطاة بالخف، والخف له شروطه. كذلك في هذا الحديث الوعيد على من قصر في الوضوء عموما، الواحد لازم في الوضوء يبلغ إلى المرفقين تماما. بعض الناس أحيانا وربما كان بعض النساء يكون كمها ضيقا فهي تفتح الكم حتى يصل إلى نصف الذراع وتغسل، نقول ما يجوز، لا بد أن يصل الوضوء إلى المرفق. كذلك الرجل الذي كمه ضيق، إما أنك يعني تنزع القميص وتتوضأ، أو أنك يعني تصنع لك أي طريقة، لا بد أن يفتح حتى يبلغ مكان الوضوء الواجب، إلا إذا كان الإنسان عليه جبيرة أو غير ذلك من الأعذار. أما الإنسان السليم المعافى يجب عليه أن يغسل أماكن الوضوء كاملة. وفي الحديث أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا ترك شرا إلا نهاهم عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.